معروف انك لازم تخلص سعراتك بنهاية اليوم. حلوين حلوين. طيب الحين كيف الجسم يعرف ان اليوم انتهى ولازم يبدأ بسعرات اليوم الجديد؟ الجسم ما ينظر لها بطريقة. الجسم ما يعرف ان هذه نهاية يوم، هذه بداية يوم، هذه الساعة كذا، هذه الساعة كذا، هاليوم احتاج فيها الكثير سعرات. جسمك ما يعرف شيء. انت احسب، جسمك يفهم شغلة واحدة، كمية طعام تعطي هذا الجسم في متوسط فترة زمنية، يا انا تزيد الوزن يا انا تنزل الوزن. أنت كإنسان كبشر أنت طلعت هذه الفكرة بحيث أنك تحسب الوقت وتحسب السعرات وتضع هذه السعرات في وقت زمني معين حق السهل عليك الحساب، بس جسمك ما يفهم هالشيء. هذا الشيء فقط لك حق السهل الحساب هذا الأمر، عرفت؟ الفكرة الأساسية متوسط السعرات في الأسبوع هي الفكرة الأساسية، وتقسم على مدار اليوم على مدار الأيام بس. فالجسم ما يفهم هذا الشيء. أعطيك مثال، الحين لنفرض انت تاكل في اليوم 2000 سعره حراريه، هذه في 24 ساعه، جسمك ما يفهم هذا الشيء. فكمثال الحين في الاسبوع المفروض تكون كم؟ 14000 سعره حراريه تاكلها في الاسبوع. انت اذا كليت هذه السعرات 2000 2000 2000 2000 او مثلا 3000 1000 3000 1000 3000 1000، في النهايه الجسم راح ينظر لها كميه معينه في متوسط زمني معين راح يعطيك النتيجه. ما راح اقول اليوم لازم 2000 او اليوم لازم 1000، مو بهالطريقه. انت فقط تسهل حق نفسك ذي الامر، فمثلا يوم صار فائض راح تقل من اليوم الثاني وهكذا، فالمتوسط هو اللي راح يعطيك النتيجه، مو اللي تحسبه في يوم واحد. جسمك ما يعرف يوقت هذا الشيء. ليه اللي يبون يرفعون وزنهم دائما اشوفهم يشربون بيبسي دايت مع انه محتاج سعرات البيبسي العادي ممكن تفيدنا؟ انا بعد ما اعرف، ما اشوف في منطق في ذي الامر. يقول لك والله ما بدخل سكر، زين عادي، والمشكله كم جرام سكر في بيبسي؟ يعني انت بتزيد وزنك اساسا؟ انا ما اشوف فيها منطق صراحه. شو تقول اللي مو مفكر عدل جدول الغذائي رغم انه عنده سمنه مفرطه؟ ضعوف، بتعيش وبتموت متين، ايش بقول له يعني؟ كسلان. احنا نروح الجيم مع الوقت السمنه تتحسن، نحس صحتنا افضل، نفسيتنا افضل، وانت بتتم نفس ما انت تروح. والله ابشتري ثياب ما في سايزي، ادور سايز لانك كسلان، روح اضعف. شو بقول لك يعني؟ تبي تطب عليك حبيبي لازم الغذاء مهم، لا انت كسلان. كيف اطور العضله الضعيفه؟ مرنها اكثر اذا حاب، اذا فعليا تحتاج حجم تمرين اكثر اعطها حجم تمرين اكثر، زيد الجولات لها بالتحديد، هي خل تمرينك بركز عليه، جولاتك الصعبة فعليا راح تتطور مع الوقت. ما في شيء سحر بيسبب تتطور غير هالأمور اللي قلتها. الأكوابويز هل يسبب تجلط بالدم، بمعنى تحس أطرافك تنمل وتنام بشكل غير طبيعي؟ ما يسبب تجلط في الدم في وقت سريع، يعني موضوع الأكوابويز هو يسرع من تكوين كرة الدم الحمراء فيزيد كثافة الدم الهيماتوكريت. هذا الأمر يحتاج وقت، يعني يحتاج جرعة عالية، بس انك بتاخذ على طول بتزيد تجلط في الدم، لا الموضوع هذا ما يصير بهالطريقه، يحتاج وقت. فالجرعه تحدد الامر هذه والاستمراريه تحدد الامر هذه، لكن حق تعرف افحص الدم كل فتره وتشوف الامر، كل 3 شهور افحص اذا قاعد تاخذ الاكوبويز. تجربه بخصوص الهرمون، من قطعت احس مهما تمرن ما في نتيجه، لعبه كمال اجسام، تغذيه، تمرين، نوم، هرمون، مربع الذهبي. هذا هو الاثر اللي احنا نتكلم عنه، الاثر النفسي. هو في نتيجه، بس انا كنت شفت نتيجه قوية مع الهرمون، الحين تتمرن بدون هرمون تحس روحك قاعد تضيع وقتك. فلذلك اقول حق الشباب دائما اللي بيقول باخذ كورس واحد وقف، مستحيل توقف، راح تاخذ، واذا قطعت الهرمون شفت نتائج مش مرضية راح ترجع تاخذ مرة ثانية، وبالتالي ما في شيء اسمه كورس ووقف، لان هذه راح تخليك في دائرة ابدية، راح تلعب في مخك دائما، وراح تتعلق جدا نفسيا بالهرمون. لذلك اللي ما يدش هرمون لا يدش، نصيحة تطح في الفخ. اتمرن، نزلت سؤال بما معناه، هل لو كان جسم المدرب مو تمام بتتمرن معه أم لازم يكون جسمه بيرفكت؟ من زمان أنتظر تجاوب عليه، لأن في وايد كلام أسمع عن ذي النقطة من المتدربين. أنا في رأيي إذا المدرب شغلته، ركز معي، شغلته يبني عضلات، ينزل واحد دهون، مو مثلا لاعب باور، مدرب باور ليفتنج أو مدرب ألعب قوة أو كرة قدم، لا،
تخصصه ينزل الدهون يبني عضلات، لا يمكن ابدا اقبل بواحد متين، لا يمكن ابدا اقبل بواحد مكرش. مو القصد يكون معضل ولاعب كمال اجسام، لا، ولكن لازم يكون يبين انه مهتم في نفسه. هو يمارس رياضه واضح على شكله، براكتس وات يو بريتش، يعني الشيء اللي انت بتوصل الناس فيه، على الاقل تكون جسمك مرتب. ما قاعد اقول لك كون لازم خيالي وضخم ومعضل و، لكن لازم يكون شغلتين لا يمكن ابدا اقبل ان يكونون متان. اخصائي التغذيه المتين يروح يشوف شغله ثانيه، ومدرب هدفه بناء عضلات خسر الدهون للكلاينتس اللي عنده. هذين الاثنين لا يمكن ابدا اقبل انه يكون متين او مكرش او اوت اوف شيب، او الا اذا مثلا عنده عرض صحي، عنده ذا شيء، هذا شيء ثاني. لكن طول الوقت مهتم ومفتكر كله جسمه سيء، يروح يشوف له شغله ثانيه. انت ايش رايكم؟ هل تحس ان الزواج يعيق الفرد في تحقيق الانجازات والنجاحات مما لو كانت فرق تماما؟ يعتمد على الهيس اللي بتزوجها، يعتمد على الهيس اللي بتزوجها. يعني اذا هي حنانه ورنانه وعور راس اكيد بتعيقك، بس اذا انسان متفهمه بتدعمك اكيد راح تقدر تنجز. ولكن ما في مقارنه بين الشخص يكون اعزب ومتزوج. فترة العزوبية أنت متفرغ تماما حق نفسك، ما عندك أي مسؤوليات، ففرصتك للوصول أفضل وأسرع. فلذلك الشخص اللي ما تزوج الحين يستغل الوقت قبل تزوج، يعني ما تزوج مسؤوليات راح تكبر، وإذا مثلا صار عنده عيال راح تكبر. فمثل ما قلت لك، قاعد تمنع الهيس اللي بتزوجها.